أهلا بيكم. الحقيقة إن النهاردة هنقدم لكم الفيديو اللي أنا مسجله لكم عشان تعرفوا كيف تطور العلم. لو نرجع للماضي، فأنا لما خلصت النيابة وانتظرت معيد قعدت حوالي سنة ونص منتظر وظيفة معيد، إن كانت نيابة سنتين وانتظرت سنة ونص. في خلال السنة ونص دي لقيت إعلان في الأهرام إن في عيادات على الكورنيش في القناطر الخيرية. فتحت العيادة، وطبعا كأي طبيب يروح في ذلك الوقت في الحتت اللي زي القناطر كده بيزوروا اللي هو بيدوا الحقن. فزارني واحد وانبسط مني، هو بيعينه الدكتور الأول عشان يشوف ده كويس ولا، فاداني نصيحة، قال لي هنا لازم تدي حقن طبعا عشانه، ولازم تدي دواء شرب، ولازم تدي الأقراص، ما تديش نوع واحد. طبعا فكرة جميلة جدا، بين ده شرب وده أقراص وده حقن، بس كانت الأمراض محددة قليلة. فمشيت بالنصيحة دي، والحقيقة كان لها تأثير كويس. أنا فتحت العيادة سنة واحدة، وبعد كده جت لي وظيفة المعيد، رحت قافل العيادة وتفرغت تماما للدراسة والمذاكرة 3 سنوات لغاية ما خدت الدكتوراه في 1971. كان مفيش إلا باطني وقلب وأعصاب وجراحة. أنا قلت هشتغل جهاز هضمي. ابتدى دليل التليفون يعمل التخصصات، فقلت له أنا جهاز هضمي. رد عليا بتاع دفتر التليفونات قال لي ما عندناش التخصص ده. قلت له خلاص. بعد شهر رجع قال لقينا 2 كمان، فأصبح في مكان للجهاز الهضمي، وكان 3 دكاترة أنا من ضمنهم. ومن ذلك الوقت كرست وقتي كله إن أنا أدرس الجهاز الهضمي. بعد كده طلع الكبد، لأن ساعتها الكبد كان ما فيش إلا البلهارسيال واللينكس روزيس، وكان في انفكتيف هيباتايتس نتيجة وسيرم هيباتايتس، دي كان كل ما يكون بالنسبة للكبد، لدرجة كان كتاب الكبد كنت تقرأ في ليلة. مشيت بهذا الشكل، وابتدأ رويال فري هوسبيتال شيرل شورلوك تعمل حاجة سنوية 3 أيام، خميس جمعة سبت الساعة 12 الواحد يخلص. وظفت على هذا العبور 20 سنة، وبعدها بعد ما اتحلت على المعاش جه ماكنتاير، فأقول له احنا بنحضر ونمشي والكلام الحلو اللي احنا بنسمعه لازم يبقى ليه مرجع. يقول لي مستحيل. اقول له ليه مستحيل يا اخي؟ يقول لك عشان انا لو ادي لك الكلام اللي انت بتسمعه ده يبقى عاوز شنط تاخدها معاك كتب. طبعا ده في تصوره كده، ولكن لما بدات المؤتمرات العالميه ابتدت تحضر وتاخد الكلام المكتوب ده في الكتاب عشان تقراه. الواحد مش عبقري بقى، اول كلمه يسمعها هيفضل ما ينساهاش. بعد ما ترجع مؤتمر تقرا كتاب. تطورت الامور في السنوات الاخيره، بقى يدي فلاشه او سي دي فلاشه. تطورت الامور السنتين الاخرين، ولا فلاشه ولا كتاب، كله اونلاين. اول ما عاوز اي حاجه اونلاين تفتح السايت وتقرا اللي انت عاوزه، ويبقى مستمر. كل الاوروبي والامريكي كل اونلاين، ما فيش تروح وترجع فاضي. هذه هو تطور العلم. لما تروح المؤتمرات ده بتلاقي الاف ناس بتستغرب،
لدرجة لو قمت من على الكرسي بتاعك ومشيت ورجعت ما ضعفش كرسي هو فين. مش كده وبس، ده انت كل اللي انت بتسمعه كل واحد عايش سنة يدرسه ويقدمه لك. آلاف الناس، العلم بيتطور، مش هنقول بيتطور، مش هنقول بيمشي، وما نقولش بيجري، هنقول ايه؟ بيقفز. فالعلم متطور تماما. اصبح العلاج اللي بتاخده حقن وشرب واقراص ليس له وجود. اصبح بعد كده كله اقراص، تيجي تقول حقن للمريض يقول لك والنبي انا مش قادر حقن تاني، تيجي تقول له شرب ما فيش ادويه شرب. يبقى اذا كانت الامور ماشيه بهذا الشكل. ما هو النهار في سنه 2019 و2018 و2017 الوضع تغير تماما. اصبح لان كان المريض ياخد شويه اقراص، انا مثلا نفس اتلخبط، ده الصبح ولا الظهر ولا بالليل، ويخدتها مره يا ترى نسيت اخدها تاني، تفضل بهذا الشكل. الامر تطور تماما. اصبح للمرض مواقيت، اللي عنده القرحه تاخد لها دواء في وقت معين، اللي عنده ضغط الدم تاخده في وقت معين، اللي عنده القلب وبياخد الاسبرين والحاجات دي في وقت معين. يبقى اذا لكل وقت دواء ولكل وقت علاجه. ولذلك بهذا الشكل هنلاقي كمية الأدوية اللي احنا بنبلعها ومش عارف، كلنا تعودنا ثلاث مرات صبح ظهر بالليل، هذا المفهوم انتهى أو يجب أن ينتهي. الفيديو لا أنا هشرحه لكم الآن، هتعرف إمتى تاخد الدواء عشان تخف. هو بيقول لك لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإن أصاب الدواء الداء، شو الكلمة الحلوة دي، إن أصاب الدواء الداء كان الشفاء بإذن الله. ولذلك الطبيب عليه أن يحدد الداء وعليه أن يصف له دواء، فإن أصاب الدواء الداء كان الشفاء بإذن الله. وإلى لقاء في دقائق نسمع الفيديو اللي هقدمه لكم عن مواقيت الأمراض حتى تعلم مواقيت الدواء. وإلى اللقاء الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنقول لكم إن لكل داء دواء، فإن أصاب الدواء الداء كان الشفاء بإذن الله. فإذا المفاهيم اللي كنا بنعملها، الأقراص قرص ثلاث مرات قبل الأكل بعد الأكل، أعتقد بعد كده لابد أن تتغير، ولابد أن نصف الدواء عندما يكون وقت الداء. وزي ما قلت لكم إن أصاب الدواء الداء كان الشفاء بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، صدق الله العظيم. فإذا توقيت المرض وإعطاء الدواء في وقت المرض، يبقى في الحالة دي نحن أصبنا الداء بالدواء وكان أشفاء. أمثلة عامة كده، ولكن لن أخوض إلا فيما يخص الجهاز الهضمي والكبد. فزي ما احنا بنشوف كده إن احنا ضغط الدم بيرتفع في حدود 6 صبح، في أثناء النهار بيقل من 15-20، في الساعة 6 مساء ونص أو 7 أو 8
بيزداد بعد الساعة 8 بيقل الضغط لغاية الساعة 2 بالليل. فعشان كده في بعض الأحيان بنحتاج دواء الضغط مرتين وليس مرة واحدة. زي ما احنا هنشوف كده إن الذبحة الصدرية غالبا بتيجي في الصباح، إن الجلطة المخية غالبا في الصباح، زي ما احنا بنشوف كده إن الحساسية واللي بالصدر اللي هو بنسميه الربو بيبقى غالبا في الصباح الساعة 4 صباحا. وزي ما احنا بنشوف اللي عنده الجيوب الأنفية دائما بيبقى في الصباح، بيبقى فيه الرشح كتير. زي ما احنا بنشوف كده ان القصور بالشريان التاجي اللي احنا بنقول عليه تجاوزا الذبحة الصدرية النوعين، نوع بيجي بالليل وده ليه علاجه، ونوع بيجي بالنهار وده ليه علاجه. زي ما احنا نشوف كده النزيف المخي له وقته، زي ما احنا بنشوف كده ان الواحد لما يقوم الصبح المفاصل بتاعته تعبانة، ده بيبقى عنده روماتيزم حقيقي زي روماتويد أرثرايتس. ولكن إذا قام الصبح كويس وبيجي بالليل مفاصله بتوجعه، دي حاجة مش روماتيزمية حقيقية زي ما احنا نشوف زي الغضاريف بالركبتين. وطبعا أنا بتمنى أن محدش ياخد أدوية الروماتيزم، لأن دي مجرد مسكنات لهذا النوع من الروماتيزم. وأحسن حاجة الحقن بتتاخد في المفاصل. طبعا ده مش تخصصي، تخصص الدكاترة بتوع الروماتيزم. زي ما احنا نشوف كده ان الدودة الدبوسية دائما بتبقى الصباح، وعشان كده لما نيجي نعالج الدودة الدبوسية ما نعالجش الشخص نفسه، لا نعالج الأسرة بحلها. وأخيرا هنتكلم على ما يخصنا، ما يخصنا اللي هو القرحة، حامض المعدة، الارتجاع، دي كلها هي اللي هنتكلم الآن عليها. فزي ما هنشوف كده إن الحامض بتاع المعدة له توقيته. ده توقيته ازاي؟ ان احنا بيبدأ التوقيت يزداد الحامض من 6 مساء ويصل الذروة واحدة بالليل، حتى ان يكون حامض المعدة زي الخل. ده بيهمنا في ايه ده هو؟ بيهمنا ان القرحة بتاعت الاثنى عشر تنشط بالليل. وعشان كده نبص نلاقي المريض بتاع القرحة 12 يقوم في وقت محدد، واحدة بالليل، يقول لك تصحيني بدري أقوم الفجر. أهم حاجة إن يدور على حاجة يبلعها أو يشربها، هي دي قرحة 12. ولكن مش لازم برضو بالليل وتصحيه، لا، ممكن تبقى أثناء النهار وهنا بيحس بآلام الجوع لا يطفئه إلا الأكل. لما أقول لواحد هنعمل لك منظار الساعة 3، يقول أنا مش هقدر أقعد جعان لساعة 3، مستحيل، ولأنه ما بيقدرش يتحمل على ما يبدو أن ده آلام الجوع. ولكن آلام الجوع بتخف بعد 20 دقيقة أو 15 دقيقة، إنما آلام القرحة لا يطفئها إلا الطعام. هذه هي قرحة 12. وعشان كده لما بنيجي ندي دواء القرحة لازم بندي دواء يغطي 24 ساعة، وبالذات تعب الليل. عقد مؤتمر في روما من قيمة 15 سنة تقريبا، وكان هذا المؤتمر خدوا الجي بي بتوع أوروبا كلها، كان 400 واحد، وكانت الجلسة حوالي 3 ساعات. ياخدوا آراء الدكاترة، يدوا الـ H2RA ساعتها كان الزنتاك، يدوا إمتى، في حين أن القرحة تنشط واحدة بالليل.
فاحنا كنا بنديه دي الصبح، فالصبح الدواء تأثيره 12 ساعة، يبقى تديه الصبح الساعة 6 بالليل يكون ما لهوش تأثير. فكرة المناقشات مستمرة لغاية ما كان أحسن وقت تدي فيه الزنتاج ده كان بالليل الساعة 6 بالليل. ولكن طلع أدوية مثبطة للحامض أكثر بتغطي ال 24 ساعة تقريبا، فبنديها وما تشتغلش كويس إلا لما تديه قبل الفطار الصبح، فبنديها قبل الفطار الصبح، وندي الأدوية اللي هي H2RA الساعة قبل العشاء بالليل. ففي الحالة دي إن إحنا بنغطي تأثير الحامض، بنحاول نعالج القرحة لأن الآلام ممكن تختفي ولكن القرحة مستمرة. فعشان كده لما نيجي نتأكد إن القرحة خفت ليس معناه إن إحنا الآلام راحت، بس لابد نتأكد بالمنظار إن القرحة انتهت. دخل علي واحد الساعة 6 مساء منحني، والحقيقة اندهشت انه داخل منحني منحني. فبكشف عليه شو عرفت ان هو انفجار في القرحة، انفجار في القرحة. سألته انت خدت ايه؟ قال لي انا خدت حقنة للروماتيزم مسكنة. قلت له انت عندك قرحة قبل كده؟ قال لي عمري ما اشتكيت بحاجة. فاذا القرحة الاثنى عشر ليست ضرورية انها تيجي باعراض، ولكن 95% لازم يكون لها أعراض، 5% تبقى ساكنة ملهاش أعراض. زي لما تدخل لها العلاج وتلاقي الأعراض راحت وتعتقد قرحة راحت، هي ما راحتش، لازم تتأكد بالمنظار إنها راحت. فأنا كشفت عليه وقلت له لا الحقيقة أنا أفضل تروح المستشفى. ما قدرتش أقول له عندك قرحة لأن القرحة هو ما بيشتكيش من حاجة. فراح المستشفى كتبت لهم ان في احتمال بيرفوريتد بيت ديودن ارسر، دخلوا تحت الملاحظه يوم والتاني فلقوا من الضروره ان يفتحوا. فطلع ان لما نيجي نشوف كده الحامض مش مجرد قرحه، الحامض اللي بيزيد ده ممكن يحصل الواحد يقوم بالليل بشرقه، بيقوم بالليل بشرقة لأن نفس مش المسألة حامض بس، الليل ساعات بتقوم تلاقي ريقك ناشف. ريقك ناشف ليه؟ لأن اللعاب بيقل إفرازه بالليل. الحاجة التانية حركة تشوف كده بتقوم شرقان ويجي مراته تدقله على ظهره لغاية إيه ما يفوق. إيه المفروض؟ إن هو ما يأكلش وينام، ما ياكلش تقيل وينام، وان هو اذا كان عنده استعداد للحموضة والشرقة لازم ياخد الأدوية المثبطة للحامض وياخد الدواء الثاني اللي هو H2RA قبل النوم. في حاجة ظاهرة غريبة جدا، ان أدوية الروماتيزم تروح اي اجهزة خانة تقول له اديني دواء روماتيزم بتقولك بسهولة، انت ما تعرف عندك قرحة ولا معدة ولا حاجة. ادوية الروماتيزم دي ثبت انها لها تأثير شديد جدا. طبعا دكاترة الروماتيزم ودكاترة العظم هو يهمه يسكن الالم باي طريقة، وساعات يديلك دواء للمعدة عشان ايه اذا كان معدتك حساسة. ولكن لابد ان نقف على الامور بدقة. ادوية الروماتيزم دي لها تأثير سيء ومن مسببات الأساسية للقرحة بالمعدة، وكنا زمان بنعتقد القرحة سببها التوتر والسجاير ومش عارف ايه والوراثة، كنا بنعدد أشياء كثيرة. ولكن ثبت أخيرا إن القرحة دي لها سببين. السبب الأولاني إذا كان بياخد الأدوية بتاعت الروماتيزم، السبب الثاني اللي هو الجرثومة الحلزونية. لا تخرج عن السببين دول، وعشان تعالجها كويس لازم تتأكد تماما من القضاء على السببين دول.
يعني المسألة مش كده وبس، طلعت ظاهرة جديدة يقول لك اللي يوصل 40 سنة ياخد أسبرين وقائي عشان ما يقولوش جلطة ولا أي حاجة. الناس ابتدأت فعلا تاخد الأسبرين وكانوا بياخدوه بالليل كمان. فبمرور الوقت ثبت إن الواحد وشه بقى شاحب كده شوية، نيجي ندور ويقول لك معدتي مش مرتاحة، ندخل في المعدة لقاي التهاب شديد بجدار المعدة مما أدى إلى الأنيميا. كمان في تقرحات بتبقى موجودة، وعشان كده رجعنا في كلامنا بقى وما نديش الأسبرين إلا لما يكون واحد عنده سكر، عنده ضغط، عنده الشريان التاجي، وما ندهوش بالليل، لأن لما تديه بالليل الحموضة بتبدأ 6 بالليل توصل أقصاها واحدة، يبقى إذا مضاعفاته كثيرة. دي إمتى؟ بعد الفطار أو بعد الغداء، وغالبا بنديه بعد الغداء. لما نديه بعد الغداء بنستفيد منه وبنقلل التأثير السيء على المعدة. والإسبرين مش مفعوله مؤقتا بس، ده بيمتد مفعوله لمدة 7 أيام تقريبا. نيجي بقى مريض الكبد، الشكوى الأساسية يقول لك دين حاجة أنام، أنا ما بنامش. طيب لا يمكن أقدر أديله حاجة ينام، لأن أنا عارف هو ما بينامش ليه. هو ما بينامش بالليل صح، إنما بيغفل أثناء اليوم، تلاقي 5 دقايق، نص ساعة، ربع ساعة، تلت ساعة. المهم مجموع التغفيلات دي نتيجة المرض نفسه. هل المرض هو اللي بيعمل التغفيلات؟ لا، ثبت إن في الميلاتونين، الميلاتونين ده بيفرز واحدة بالليل، والساعة 7 الصبح بينتهي مفعوله. ولذلك الشباب ايه فايدة الميلاتونين ده؟ بيساعد على النوم ومضاد للأكسدة والحاجات. الناس بقى اللي بتصحى طول الليل وما يحلهاش النوم إلا بالنهار، دول بيفقدوا حاجة مهمة جدا، إن هو الحاجات المضادة للأكسدة ضعيفة فيه، وممكن يصاب بأي حاجة دون أن يعلم. نيجي للكبد بقى، الميلاتونين بيفرز واحدة بالليل كويس، إنما 7 الصبح ما يكونش الجسم تخلص منه، لأن اللي بيخرجه الكبد. فإذا كان الكبد فيه تليف، فبدل ما يخلص 7 الصبح ممكن يمتد لغاية 2-3 الظهر. بدل ما يفرز واحدة بالليل ممكن يتأخر شوية، وعشان كده المسائل بتتلخبط. هنا الميلاتونين ده هو الساعة 1 بالليل يبدأ يفرز، 7 الصبح بينتهي ويطلع مادة السيروتونين اللي هي بتديله انتعاش وتقبل لليوم السعيد إن شاء الله. نيجي بقى السمنة عاملة مشاكل كتيرة جدا وحزن وكآبة، ويقول لك والله أنا ما باكلش، الطفل ده بياكل أكتر مني. صح انك ما بتاكلش والطفل ده بياكل اكتر منك لانك بترمرم، مش كده وبس، ده يقول لك مش مهم كميه الاكل اللي انت بتاكلها، امتى بتاكل. فثبت الاتي، فثبت الناس اللي بتاكل بالليل وبتقوم الصبح نفسها مسدوده، تيجي تقول له تفطر يقول لك لا انا ما افطرش الوقت، الساعه 12 ولا الساعه 10، يعني ما يقدرش يفطر الصبح الساعة 6 ولا 7. ليه؟ لأن هو الدنيا اتلخبطت عنده. فإذا ثبت إن الناس اللي بتاكل بالليل وما بتفطرش الصبح هما اللي بيصابوا بالسمنة والكبد الدهني. وعلاج الكبد الدهني إنك تفطر وتاخد 2 قهوة للي بيشرب قهوة، وتتغدى ويبقى العشاء بتاعك خفيف مع انقاص الوزن. ومش هينقص في الوزن،
إلا لما يبطل العشاء. وكثير من الناس بطلت العشاء ونقصت في الوزن دون أن يشعروا أنهم فقدوا شيء. وأخيرا أؤكد لكم أن لكل داء دواء، وإذا أصاب الدواء الداء كان الشفاء بإذن الله. ولا بد للطبيب أن يقف على الداء ومسببات الداء وموعد الداء، ثم يصف الدواء، والله الشافي بإذن الله، وشفاء من الله. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.